مع بداية العام الدراسي الجديد في الدول العربية، هيا بنا لنأخذك في رحلة كي نتعرف على ألوان الزي المدرسي في الدول العربية. ونبدأ من مصر، حيث اللون الرملي الطاغي على الزي للذكور والإناث في المرحلة الأساسية جميعها. أما في سوريا فقد كان لون الزي سابقا هو اللون الأخضر الزيتي، قبل أن يتم تغييره للون الأزرق للطلاب والزهري للبنات. أما في فلسطين والأردن فقد أثر القرب الجغرافي والاجتماعي أيضا على لون الزي المدرسي، حيث اللون الأخضر للطالبات واللون الأزرق للطلاب. أما في السعودية فتميزت الطالبات بزيين، الأول للمرحلة الابتدائية حيث يطغى عليه اللون الزهري، أما الثاني فيكون باللون الرمادي. لكن الحظ العثير للتلاميذ الذكور حرمهم من زي مدرسي متنوع، فمن المرحلة الأساسية وحتى التخرج من المدرسة يرتدي الطالب السعودي زيا واحدا، وهو عبارة عن الجلباب الأبيض.